تعالوا شو بدك؟ شو في؟ روح نادي لبديع وتعالوا لعندي. خير ليش بدي نادي لو نجي لعنده؟ في موضوع مصيري حابب احكي فيه وبلا كتر اسئله، تحرك. بديع يا حياتي مغمره انا يعني عايش كم مره غمرك شي ما ينفعك الدب بده يعني ما بقدر ما بدي تعال ما بدي ما في عنا بنت. اعملي لنا شاي. ما عنا شاي. اعملي تمارين سويدية بس اطلعي من خلقتي روحي على المطبخ امسكي. خدي الباب بطريقك. شو بدك؟ يا شباب انا تفاجأت امبارح بوجودكم. ونحن كمان تفاجأنا بوجودك. هلا اختصر انا تأخرت على شغلي. نحن عم نضارب على بعض، مشان نلغي هالمضاربة لازم حدا يتخلى للتاني. بتتخلى انت؟ انا بتخلى ما عندي مانع بس كل شيء له ثمنه. تتركوها بدفع لكم، بتحبوا اتركها ادفعوا لي. قديش بتدفع؟ 200,000. 200,000 لكل واحد. 250,000 لكل واحد. نحن موافقين، هات. مو هلا، بس لتظبط غزالي. لا يا، بس تظبط غزالي ادفع 1,000,000 ليرة. أنا موافق، اكتب لي فيه سند أماني. لا يا، مشان تحط سيفك على رقابنا. طيب شو الضمانة إذا ما في سند أماني؟ ضمانة كلمتي بتكفي وبتزيد. كلمتك بربع ليرة مو بمليون. معناتها ما اتفقنا أخي، خلي المنافسة شغالة. إيه مثل ما بدها. موافق بس تدفع لي كاش. انا لو معي 200,000 ليرة كنت هلا اعطيتك اياهم. ايه مو ضروري 200,000 ليرة، 10,000 ورقه بكفوا. 10,000 ليره موجودين من عيني هي قبل هي. بيجاش ببيتك شو رخيص؟ رخيص؟ في فوق على هالمنوال ما حيصفي معي ذهب بنوب. اليوم المساء برجع لك اياهم. تفضل. هاتي هاتي الخاتم. هذا هدية من البابا. وإذا هدية من البابا هاتي لا طعي لخلقي. أوكي أوكي بس ما تعصب. هاتي. سيك هدول بيجوا ب15,000 مو ب10,000. هات لشو بس إذا طلعوا أقل بتعتبر اتفاقنا ملغي. ها ولو شو مصلحتي غشك أنا؟ قال له يا حواجبه يا عيونه، قال له على المغتسل بيبان. اطلع من خلقتي أحسن ما أحطك على المغتسل. نعم شو رخيص؟ لك هيك أحسن لا بيروح من طريقك على حساب عفيني. بوران أنا رايح جيب خبز، بدك شي غيره؟ ارتاح أنت يا روحي، قوم بدي، قوم أنت جيب خبز ولا